فاتوا حذروا فيروس جديد يضرب الأطفال وتشابه في أعراضه مع كورونا. في الأيام القليلة الماضية ارتفعت مؤشرات الإصابة بالعدوى الفيروسية التنفسية وسط الأطفال وسجلت المستشفيات والعيادات الطبية حالات إصابة كثيرة، ربما لقى البعض منها صعوبة في التشخيص في بداية الأمر، بدل أمر مربكا للأباء خاصة لتزايد حالات الإصابة مع قرب دخول موسم فيروس كورونا. وزاد من حالات الهلع والارتباك تشابه أعراض الفيروس الجديد الذي يصعب التميز بينه وبين أعراض الإصابة بنزلة برد وفيروس كورونا. ما هو الفيروس المنتشر بين الأطفال خلال الأيام الماضية؟ ولفت الحداد إلى أن الأدوار المنتشرة بين الأطفال خلال الأيام الماضية ما بين نزلات شعبية، التهابات رئوية، أدوار برد متكررة، ويرجع ذلك لإصابتهم بفيروس تنفسي ضمن العائلة الفيروسية التنفسية للأطفال، هو فيروس RSV أو فيروس القصيبات الهوائية، وفيروس منتشر بين الأطفال خاصة الرضع، وتكون الإصابة به بسبب ضعف مناعتهم، وبالتالي هذه الفئة هي الأكثر عرضة للمضاعفات والإصابة بنزلات البرد باستمرار. وتحدث حالات تفشي عدوى الفيروس الخلوي التنفسي RSV مع بداية فصل الشتاء، ويمكن تعرض الشخص للإصابة به مرة أخرى، حيث يبدو أن العدوى السابقة لا توفر مناعة دائمة ضد هذا الفيروس كما يحدث عند الإصابة بفيروس كورونا الذي يمنح مصابه مناعة مؤقتة. ويمكن أن يحدث التهاب القصيبات أيضا بسبب فيروسات أخرى، ومنها الفيروسات التي تسبب الإنفلونزا أو نزلات البرد، وتنتشر الفيروسات التي تسبب التهاب القصيبات بسهولة، كما يمكن التعرض للإصابة بالعدوى عن طريق الرزاز المتطاير في الهواء عندما يسعى الأحد الأشخاص المصابين بالفيروس أو يعطس أو يتحدث، كما يمكن الإصابة به عن طريق لمس الأغراض المشتركة مثل الأواني أو المناشف أو الألعاب، ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك. كما تتشابه أعراض الإصابة بفيروس كورونا بنزلة البرد منها إلى الإنفلونزا، وتتمثل أعراض نزلة البرد في الرشح، الزكام، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، دون مشاكل تنفسية. أما أعراض الإنفلونزا تتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة، تكسير شديد بالجسم، مشاكل تنفسية تصل إلى درجة الحرارة، الالتهاب الرئوي الحاد. سبب إصابة الأطفال بفيروس القصيبات الهوائية وكيفية علاجه. وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى هناك أطفال كثيران يصابون بهذا الالتهاب التنفسي في القصيبات الهوائية خاصة في شهر نوفمبر نتيجة لتغير درجات الحرارة والإحساس بالبرودة، بالإضافة إلى نزلات البرد والإنفلونزا. كيفية حماية طفلك من الفيروس الجديد؟ وشدد الحداد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات وتطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا من عمر 6 أشهر. بيعد هذا الإجراء مهما وضروري للوقاية من الإنفلونزا بمضاعفتها الخطيرة، فضلا عن اتباع الإجراءات التي تحمي الطفل، وتتمثل في أساليب النظافة وأساليب الكحة والعطس، وعدم تقبيل الأطفال عدم خروجهم في تيارات الهواء الباردة. إخوتي، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. إخوتي، أنا أبذل مجهودا كبيرا في جمع المعلومات تصل إليكم واستفيدوا. لا تبخلوا علينا بالاشتراك واللايك. كان معكم جنى من قناتكم معلومة مفيدة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.